اوكي هنا المثال شلون تكامل. اهم شيء تتعلم شلون تكامل. عندك دبل انتجريشن هذين اثنين زين، وموجود عندك الواي دي واي دي اكس. فواحد من الطلاب مثلا يسال يقول استاذ هذه يصير الدي اكس وبعدين الدي واي؟ اي نعم، اقول له يصير لكن بشرطها وشروطها، لازم بيها شروط. هاي واحده من شروطها انه عندك هذه الواي، هذه الواي لازقه بالدي واي، فما يصير الواي تخلي يمها دي اكس. يعني هنا اذا قلت واي هاي نعتبرها نص صح. ليش مربكه؟ لان نص صح. واي دي اكس راح تخربطك، تقول هاي شلون واي دي اكس، ومن تكامل تخطا. فيعني هي مربكه الى حد بعيد خطا. شنو العد الصح؟ الصح انه هذه الواي تجي هنا لقدام، فيصير واي عفوا تصير دي اكس، تصير دي اكس، تصير دي اكس واي دي واي. وها هي؟ لا مو ها هي، لازم هذني يتبدلن همين، يعني هذني مكاناتهن غلط، يصيرن واحده تجي هنا وواحدة تجي هنا. وصح؟ لا هم غلط، لأنه احتمال هذني أصلا يتبدلن. يعني هذه حدود التكامل راح تختلف حسب الشريحة اللي تاخذها، وبالحالة راح المسألة أصلا تنقلب، يعني هواي تفاصيل يصير بيها. أوكي نتقدم هسه بالشرح مالتنا ونعرف شلون نكامل. هسه تريد تكامل واي دي واي، تكامل واي دي واي سهل، مثل ما سألت قبل شوية أحد الطلبة قلت له شنو تكامل اكس؟ قال لي اكس تربيع على 2. شنو تكامل واي؟ هو واي تربيع على 2. هنا حدود التكامل، هاي حدود التكامل من صفر إلى ساين اكس اللي هي نفسها، هذه حدود التكامل تخليها هنا. ولا تنسى، لا تنسى الدي اكس، هذا لا تنسى، انت كاملت واي دي واي صارت واي تربيع على 2، تجيب الدي اكس تخليها هنا، تجيب الدي اكس تخليها هنا. زين هسه بعد شنو تريد تكامل؟ دي اكس تجي هنا، هاي 2 اللي هي 1 على 2 نص، هاي ثابت تدفعها للامام تخلص منها وتفتح القوس مالتك من صفر الى باي، هاي باقيه مالت الاكس. الواي تربيع اللي هي شنو الواي تربيع؟ ما عوضناها، لازم نعوضها من صفر الى ساين اكس. فهنا تصير بمكان الواي تنزل ساين، تنزل ساين تربيع اكس، يعني واي تربيع يعني ساين تربيع اكس، دير بالك مو ساين اكس تربيع. هاي جدا مهمه. ليش؟ لان انت الواي هو ساين اكس، هذا ساين اكس. فساين اكس تربيع ساين اكس في ساين اكس، انا شنو ضربت؟ ساين في ساين، فالاكس ما لي شغله بيها، اقول ساين تربيع اكس. فهذه الواي اللي هي عوضنا عنها ساين اكس وتربيع صارت ساين تربيع اكس ناقص، يعني هي حدود التكامل، التكامل المحدد شو يصير دائما؟ شو يصير دائما التكامل المحدد؟ انه عندك هذه هاي من صفر الى ساين اكس، وهنا واي تربيع عفوا هاي احنا بعد ما نحتاج هاي مو هيك اللي هي حدود تكامل، هذه من صفر الى ساين اكس. فالواي صارت ساين اول وحده، طبعا الابر ناقص اللور، الابر ناقص اللور. شنو الابر؟ ساعات بالانجليزي في مشكله ما تعرفون انجليزي. الابر يعني العلوي، يعني هذا العلوي ناقص، هاي ناقص بالقانون، ناقص اللور اللي هو السفلي. زين لما تجي اللور صفر مكان الواي، صفر تربيع، شنو صفر تربيع؟ يعني صفر. اذا وتساوي ساين تربيع اكس. هذه رجاء رجاء يعني طلابي لا تخطئون بها، يعني انا هذه رجاء رجاء لا حد يخطا بها. هذه وين وصلنا؟ ما خلصت بعد المساله، وصلنا لهنا. بعد لنا تكامل اخر، بعد لنا تكامل اخر اللي هو شنو هذا التكامل الاخر؟ اللي هو ساين تربيع اكس
زين ناقص صفر يعني ساين تكامل ساين تربيع اكس تكامل ساين اكس كوساين بس هاي تربيع فلازم نرجع الى مهارات التكامل واساليب التكاملات في حاله انه انت عندك ساين تربيع بس ساين تربيع شو تسوي لازم تشوف قانون من القوانين اللي ينقذك ويخلصك من هذا التربيع فنرجع هسه للسؤال اوكي نرجع للسؤال اللي هو ساين تربيع اكس عندك قانون هذا همين انت حفظه اللي هو واحد ناقص كوساين واحد ناقص او واحد زائد ما اعرف هاي يمكن اكو خطأ اتصور او لا لازم ادققها هاي وانتو هم دققوها الصور هي صحيحة بس انتو عندكم موجودة هسه ناخذها زين هنا وصلنا هاي وصلنا لهنا تكامل تكامل ساين تربيع اكس فالساين تربيع اكس هو قانون بضعف الزاوية اللي هو هذا قانونه واحد ناقص كوساين اثنين اكس على اثنين هذا القانون اللي خلصني من التربيع هذا ساين تربيع اكس وبعدين ايش تسوي انه هاي الاثنين راح تطلع تصير اربعة اثنين في اثنين اربعة والتكامل موجود نفسه وهذا واحد ناقص كوساين صار طبيعي بالبسط اللي المقام انسحب طلعناها برا الان التكامل اصبح سهل تكامل الواحد تكامل واحد هذا اللي هو تكامل واحد دي اكس يعني تكامل دي اكس هذا شو يساوي اكس اللي هي وين هاي ناقص موجوده يعني اكس ناقص مو هنا ناقص عفوا ناقص اللي هي بالقانون هذه يعني عفوا بالمسألة هسه تكامل كوساين 2 اكس شنو تكامل كوساين 2 اكس اللي هي تكامل الكوساين ساين بس عندك الاثنين فلازم شو تسوي لازم توفر 2 يعني تضرب في 2 تضرب في 2 وتقسم على 2 هالشكل على مود هاي الاثنين اللي هي المشتقة مال 2 اكس موجودة وهاي الاثنين راح تطلع بابا تطلع زين تصير يعني باي على 8 المفروض معلش زين فهاي بيها شوف هاي بيها وراجعوا همين المسألة اكو يعني بعض الاخطاء احنا ما نصلحها مرات نبقيها مرات يعني نبقيها متعمد ومرات لا مو متعمدين احنا ما عندنا مجال مثلا كل ما نريد نصلح يصير بظرف معين وما نصحح المحاضرة تبقى المحاضرة بيها اخطاء بيها اخطاء مرات تلقي اخطاء نعم تلقي اخطاء ليش ما تلقي فهذه الاخطاء عادي احنا مرات يعني ننسى او يعني يفوت عندنا وقت وما نصلح ومرات لا هي تبقى يعني هم تنشط الطالب هم في يعني بيها اضافه وبيها فكره انه تنشطك تشوف الحل مالتك صح غلط يعني تكتشف شيء يعني يصير نوع من الاكشن نوع من الانتر اكشن بيني وبيننا وبينك فهنا ساين 2 اكس كوساين 2 اكس اللي هي صارت ساين 2 اكس على 2 والاثنين تطلع لي برا عفوا هاي الاثنين انضربت سوري سوري يعني ما لاحظت الاثنين انضربت تو ما حد يقول لي هاي الاثنين صارت اربعة هاي الاثنين صارت اربعة منا صحيح هاي اثنين في اثنين اوكي بقت اكو اثنين اخرى اللي منا صير ثمانية لا لا صحيح صح بقت اثنين منا صير ثمانية زين فهذا بعد ان كملنا واحد على ثمانية هنا مو عندك الكوساين 2 اكس شنو الكوساين 2 اكس هاي شنو مشتقتها ساين صفر ها اي اوكي صح يعني بالتعويض هاي الاكس
من عوضنا هاي ساين 2 اكس على 2 مو انت شنو كوساين 2 اكس وفرتها لي قدام هاي 2 صارت هنا صحيح فهاي ال 2 ما طلعت لي بابا على مود تنضرب ب 8 ظلت وياها لان عندك الناقص وقفها عندك الناقص اي عندك لو ماكو هذا الناقص ها يعني كان صحيح انه هاي ال 2 تصير ال 4 تصير 8 بس عندك الناقص وقفها فاذا هي صحيحه هذه 2 على 2 هنا 2 على 2 ليش لان الكوساين 2 اكس تحتاج 2 فضربنا 2 على 2 بس هي شنو لازم هنا 2 نكتب يعني هذه همين بيها نقص وياي يعني الكوساين 2 اكس انت شو تريد تريدها تضربها في 2 على 2 زين هنا ما ضرب في 2 بس مقسم على 2 انتبهت لي اي بس قصدي يعني هاي الاثنين هم ضبوبيه واحد يخليها هاي اللي دو حتى ثلاث دويره بعدين مثل ما زميلكم قال الباي هنا الاكس يصير بمكان هاي الباي ناقص صفر هذا كله المقدار راح يصفر لانه ساين ال 2 باي يعني ساين 360 درجه ساين 360 صفر فصفر على كميه صفر ناقص صفر ناقص اللي هي مال الأبر ناقص اللور صفر اللي هو أصلا راح تعوض صفر ناقص صفر صفر بالأكس وصفر بالواي هاي صفر ناقص صفر وتساوي باي على 4 لأن هاي الباي منا بقيت زين هاي وهاي نخليكم إياها على صفحة هاني ساين 2 باي وساين صفر ها اي مو اني هذا يعني شلون اقول لك مدى يحضرني هذا القانون مدى يحضرني بالضبط مرات ها عفي شوف مو واحد هو ليش اني نسي انسى مرات واحد ناقص واحد زائد فهذا في حاله انه ساين تربيع اكس صحيح ناقص مو زين اذا كوساين تربيع اكس يصير عافيه هي هنا الفكره يصير واحد زائد هاي اللي تغلطون بيه واحد زائد كوساين 2 اكس هذا يسموه قانون ضعف الزاويه على 2 هذا يخلصك من التربيع هذا يخلصك من التربيع على مدة كامل على مدة كامل زين السؤال اللي بعده هذا همين طبعا هاي الاسئله كلها محلوله بالفيديو انا شارح الفيديو موجود هسه نزلت لكم اياه الفيديوهات هنا عندك هذه اللي ناخذها الرسم هاي مرسومه طبعا جاهزه هذه عندك الرسم فراسمين شنو عندنا هذا الخط اللي هو اكس يساوي هذا الخط اكس يساوي زين بعدين الاكس يساوي تربيع اللي هو هذا اوكي فشنو الشريحه صارت الشريحه هي هاي شريحه افقيه شريحة أفقية دي واي دي اكس هذه اللي هي الشريحة الأفقية الشكل فعندك ال دي واي دي اكس هذه الشريحة فتريد تكامل هم دبل انتجريشن لازم تختار يعني تشوف هاي النقاط شوف هاي النقطة ايش قد الاحداثيات مالتها من واحد الى اثنين هاي واحد وهاي اثنين هنا واحد واثنين فهذه شريحة افقية صارت شنو دي اكس دي واي تكامل دي اكس
دي واي. هنا راح تصير من اكس يساوي الى اكس يساوي، وهنا من واي يساوي الى واي يساوي دي اكس دي واي. ليش دي اكس دي واي؟ لان الشريحه شبيه الشريحه افقيه، فصارت دي اكس دي واي. اذا شريحه عموديه تصير دي واي دي اكس. هاي همين يعني مشروحه بالفيديو كامله، مشروحه بالفيديو كامله. زين، من اكس الى يا اكس هنا عندك اكس يساوي واي تربيع واكس يساوي واي. فمن اكس يساوي يعني من اليسار الى اليمين، من اكس يساوي واي الى اكس يساوي واي تربيع. هنا المسار راح يكون بهالطريقه من اليسار الى اليمين. شوف، من اليسار الى اليمين، من اكس يساوي واي الى اكس يساوي واي تربيع. يعني هاي مهمة جدا، همين جدا مهمة، رجاء هاي لحد يغلط بيها، هذه لحد يخطأ بيها، عيدوا هذا الفيديو يعني هواية اسمعوا. الشريحة الأفقية هاي هواي غلطوا بيها، هواي غلطوا بيها، مع العلم هي ما تسوى لهالمستوى عادي يغلط. هذه شريحة أفقية، زين يعني. فالشريحة الأفقية شو تكون بالتكامل؟ هاي الأفقية اللي هي الأكثر الأطول من الدي اكس، فيصير بالبداية هاي ما يصير تقلبهن، مو كيفك تقلبهن. ما دام اختاريت هاي الشريحة اذا تكتب هالشكل، وهنا اكس يساوي واي، العفو اكس يساوي الى اكس يساوي، وهنا ارقام تكون، هنا نمبرز واي يساوي الى واي يساوي، دائما ارقام. هنا يا اما معادلات اثنينهن او نصف معادلات، يعني رقم الى معادلة هالشكل، او معادلة الى رقم. اوكي، يعني هاي مهمة جدا، مهمة الشريحة مالتك بهالطريقة. زين، تبقى هذه الاكس شلون احدد انا الشريحة؟ شلون هسه انا من عندي هسه قبل شوية هذه، وهاي واحد هالشكل وواحد، صار بهالطريقة. اذا بهالطريقة شوف، من هذا يعني من هذا اللي هو واي تربيع راح يصير الى الواي. اذا لا، اذا لا مثلا هذا عندي وهاي هالشكل صارت الشريحه، هنا حتصير هذا اللي هو الواي الى شنو هذا واي تربيع. فهذا الاول يعني هذا اللور، وهنا الابر، هذا الابر وهذا اللور. اوكي، هذا الابر وهذا اللور. اوكي، نرجع للسؤال. شوف السؤال منين بادي هاي الشريحه؟ لو كانت، شوف هاي مهمه جدا طبعا، واي افكار بيها، رجاء انتبه علي زين وافتح دماغك وياي كل الزين. هنا لو كانت الشريحه هنا هاي الخضراء، هاي لو كانت الشريحه هنا كان انقلبت الايه، يعني انقلبت الآية. شلون صارت من اليسار إلى اليمين؟ اليسار يقرأ واي تربيع، كان التكامل من واي تربيع إلى واي. هذا نحكي على البارت الأول حاليا، نحن نجعل البارت الأول اللي هو المعادلات. البارت الثاني اللي هو جاهز من واحد إلى اثنين، من رقم واحد إلى اثنين هو منطيني اياها، وأني همين شايفها شنو هاي بالواي، يعني على على على, على, على على محور الوايات، انه من واحد الى اثنين، هذا رقم واحد هنا وهنا رقم اثنين، هذا رقم اثنين وهنا رقم واحد. يعني هاي النقطة إذا كان بيها مثلا الأكس مالتها، خلينا نقول الأكس مالتها هم هاي، شوف واحد واحد هنا الأكس، يعني هاي النقطة هي واحد واحد، فآخذ بس الواي. هاي النقطة مثلا تكون هنا ثلاثة باثنين، فما اخذ الثلاثه، اخذ بس الواي. هاي همين انتبه عليها. طبعا هسه انت معلومات كلش هوايه دا اضخ لك اني، وادري الموضوع مو هين، لكن بالمثابره وبالمذاكره وبالاستماع للفيديوهات والاعاده راح تفهم الموضوع، ان هذه من الحالات اللي دا احكي عليهن، تضبطهن من اليوم او من باكر او اي يوم كان مثلا
راح تمشي امورك ما تضبطهن. بس الانترنت راح، خلي نرجع نكنك على مود نرجع ويا الطلاب، لانه ريجوين. عفوا يعني كان الانترنت راح، هسه اجى هسه. اي ما شفت الانترنت. اي نكمل. احمد كريم عبد الله، يعني مفتوح المايك مالتك احمد كريم. بابا احمد كريم، سد المايك مالتك احمد كريم. اوكي نكمل المحاضرة هذه، طبعا كلها مسجلة، احنا حتى لو فاتتكم بالتسجيل موجودة. فكنت اتحدث على انه هاي جدا مهمة، انه انت تركز لي عليها، شوف الشريحة هنا شلون اخذت، لو كانت هنا وكان غير شكل وهكذا. بعد ان كملت وخليت الشريحة مالتك افقية واخذت من الاكل. العفو. عفوا 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 صح. اوكي هسه الشير موجود، خلينا نشوف. هسه الشير موجود، اشوف الشاشه. اوكي واضحه. اللي دا احكي كنت على هذا. طبعا هذا جدا مهم، انه هسه انت مثلا ما فاتك بعض الاشياء، عيد الفيديو وشوفه. الفيديو جدا مهم، هذا يتحدث عن انه شلون تحل وشنو الاحتمالات اللي موجوده بالشرائح اللي راح تاخذها. فبعد أن أخذت الشريحة مالتك وبعد أن خليت حدود التكامل، قلنا هاي من اليسار إلى اليمين، يعني مو تقلبها بالامتحان وبكيفك تخلي. دير بالكم رجاء، لا تخلي بكيفك، ما يصير تقلب ليها تخلي واي تربيع لا واي صفر أعطيك، يعني من 25 درجة 5 3 أعطيك. فهاي تنتبه عليها، ما يحتاج لها فتش. أنت عندك شريحة أفقية من اليسار الى اليمين، خلصت الموضوع انتهى. بعد هاي يعني لا تعقد المساله عليك، الموضوع ما يحتاج تعقيد. زين البارت الخاص بالاكس هذا خلاص، البارت بالواي اللي هو من واي واحد الى واي يساوي اثنين اللي هنا، من واي يساوي واحد الى واي يساوي اثنين. وبعد ان كملت طبعا اجي تكامل دي اكس هو اكس اللي هي بعدين الاكس من واي الى واي تربيع، المرحلة الثانية وما اكامل انه بعوض واي تربيع، انزلها بمكان الاكس يصير واي تربيع ناقص واي، والدي واي ينزل. انه بس اكامل الدي واي، شوف هاي بها تكاملات صارت، تكامل الواي تربيع هو واي تكعيب على 3 بعدين ناقص واي اللي هي واي تربيع على 2 تكاملها، واسوي الاقواس يعني تنتهي بعد تنتهي علامة التكامل، تجي مكانها القوس هذا اللي هو من واحد إلى اثنين، وأعوض بمكان الواي اثنين، اثنين تكعيب ثمانية على ثلاثة ناقص أربعة على اثنين ناقص اللي هي بالقانون يعني أبر، هذا الأبر كله خلصناه، الاثنين يجي على اللور، نعوض اللور اللي هو واحد اللي هو واي على ثلاثة ناقص نص، وتساوي خمسة على ستة. وهاي جدا مهمة إنه أنت تركز لي عليها. السؤال اللي وراء طبعا هم يعني من الأسئلة المهمة أيضا، هم شريحة، وهذا شوف الشريحة شلون، هذه هنا هو راسمها، يعني أنت ترسم الثاني، هاي أنا راسم لك إياها ومنطيك إياها جاهزة، بس أنت اختاريت شريحة، يعني أنا أعطيتك إياها ورسمت لك إياها كمقدمة على مود أعلمك شلون تكمل. هنا لا، أنا منطيك سؤال find the volume of the solid إلى آخره، واريدك هذا من السؤال تلقي لي الاريا الفوليوم اللي هو الفوليوم شنو اللي هو الاريا في الارتفاع، يعني تكامل فانكشن اكس واي في الدي واي دي اكس. هذه عندك سؤال همين موجود.
بعدين موضوع الاريا باي دبل انتجريشن اللي هي هاي قبل شوي اخذناها، الاريا تساوي دبل انتجريشن لو دي اكس دي واي، وتساوي طبعا هي نفس الشيء اذا تريد تاخذ الشريحه افقيه وتاخذ الشريحه عموديه، ونفس ال يعني نفس التاثير، يعني نفس الجواب يطلع دبل انتجريشن دي واي دي اكس. هنا هذه اللي حكينا عليها الشرائح مالتنا اللي قبل شوي اني وضحت لك اياها، هنا موضحه بعد اكثر، هذا اللي هو رقم 5، رقم 5 البيج رقم 5 كلش موضحه هنا من سي الى دي. شوف هاي من سي الى دي شلون من 31 قبل شويه اللي هي تصير هنا الشريحه مالتي افقيه بهالطريقه دي اكس دي واي، هنا الشريحه عموديه تصير دي واي دي اكس، وتصير عندي الواي يساوي فانكشن اوف اكس. شوف واي واحد فانكشن اوف اكس الى واي اثنين اللي هن اللي هو الفانكشن اوف اكس. هنا من الاسفل الى الاعلى، هاي انتبه عليها الكلمه من الاسفل الى الاعلى. قبل شوي احنا حكينا على الشريحه الافقيه، الشريحه العموديه ما حكينا عليها. الشريحه العموديه سهله همين، شنو هاي الشريحه العموديه؟ اوه هذا غير لون، هذا اللون، هاي الشريحة العمودية. منين تبدي الانتجريشن مالتك اللي هو واي واحد يساوي طبعا دالة مال اكس فانكشن اوف اكس، والى واي اثنين ويساوي هم دالة اكس فانكشن اوف اكس. الواي واحد هنا، هذا الواي واحد من الاسفل، هاي معادلة الواي واحد، الى الاعلى، هاي الاعلى، فهذا الواحد وهذا الاثنين، يعني هذا الانتجريشن من هنا لور هنا الابر من الاسفل الى الاعلى. عندك هنا فايند ذا اريا اوف ذا ريجن، هذا همين طبعا سؤال ومحلول موجود عندك الحل بالملزمه، وموجود العفو عندك بالفيديو ايضا نازل طريقه الحل شلون اني شارحها وواضحه، همين راجعها. بالبداية find the area، خلينا نحكي بشكل مختصر، أنا أحكي بشكل مختصر لأنه محلول يعني بالفيديو، يعني بالفيديو التسجيلي موجود، فنختصره ماكو داعي نحكي هواي على مود هسه أنت وياي وبعدين ترجع للتسجيل، وهذا هم تسجيل ثاني دا أسجل هسه أنا حاليا، وصار تسجيل يعني عندك. find the area of the region bounded by the region curve and line، القي للمساحة of the region للمنطقة المحاطة bounded by المحاطة بواسطة ال region curve، يعني هاي الاريا اللي اريدها هي محاطة بمنحني curve وبعد شنو ولاين وخط مستقيم ولاين، يعني هاي الاريا هي عبارة عن منطقة مشتركة بين المنحني وخط المستقيم. By means of double integration، باستخدام double integration the curve y تربيع زائد x، اعطاك الكيرف اللي هذا المنحني قال لك معادلته هاي y تربيع زائد x زين، واللاين اللي هو انطاك شنو اللي قدام قال لك هاي الاريا محصورة بين لاين وكيرف، اللاين y يساوي x زائد 2، فالحل تيجي شنو y تربيع زائد x، y تربيع زائد x يساوي صفر، وعندك y يساوي x زائد 2، y يساوي x زائد 2 زين. فانت يا اما هسه تريد y يساوي x زائد 2، اعمل الانترنت
اوكي شويه من النت راح، هسه لازم ارجع اسوي لكم عفوا الشاشه شيرها. هاي من المشاكل مال التدريس الالكتروني انه الانترنت يتقطع دائما. اوكي فهنا هذه اللي هي الواي يساوي اكس زائد 2، سوينا شنو الواي تربيع زائد اكس، فاما نقول اكس يساوي واي تربيع او واي تربيع يساوي اكس، فنختار الاكس يساوي واي تربيع افضل. يعني هنا بيها فكره انه المن تختار هنا الواي يساوي اكس زائد 2 لازم تقول تقلبها، يعني اكس يساوي 2 ناقص واي، عفوا اكس يساوي واي ناقص 2، اكس يساوي واي ناقص 2. فهذه همين تصير لازم بدلالة الاكس، يعني 2 هن يبدن بالاكس، فاكس يساوي ناقص واي تربيع، فاكس يساوي ناقص واي تربيع، وتبدي تحل، تبدي تحل على مود تختار بعدين شريحة أفقية قبل ما يعني تبدي تحل، وانه لي قدام لي قدام يعني رتبت وضعك على انه يكون عندك خيارين هنا. شوف هنا لازم انت تكون امام خيارين، تسأل نفسك، تسأل نفسك تقول يا اما اروح باتجاه الاكس يساوي ناقص واي تربيع وهنا الاكس يساوي سوري يعني بس الاكس اعدلها، اكس يساوي شنو؟ هذا الاكس يساوي واي ناقص 2، وبهالحاله راح يصير عندك اكس باكس، يعني المعادلات 2 هن على اكس يساوي اكس يساوي، فش وين راح انت؟ انت رايح باتجاه شريحه الشكل افقيه، او شو تقول اني اروح لا بغير اتجاه شوي، هذا الاتجاه الاعقد، اقول واي تربيع يساوي ناقص اكس، وهنا الواي بقت اكس ناقص 2، وتصير شنو شريحه عموديه بهالحاله. بس هذا واي تربيع يساوي ناقص 2 اكس شو راح تحلها؟ صعبه الحل مالتها، يعني بي الواي جذر، لازم جذر ناقص اكس يصير تخيلي، يعني هنا تجذر الطرفين على مود يعني تحصل، تبي ترسم، تبي ترسم اللي واي تربيع يساوي ناقص شلون ترسمه؟ فجذر ناقص اكس تخيلي، فاذا هذا الاتجاه مو صحيح او معقد، فالاتجاه الابسط اللي هو هذا اكس يساوي ناقص واي تربيع واكس يساوي واي ناقص 2، وتروح بالاتجاه تجي على الاكس يساوي ناقص واي تربيع ترسمها، هذه تجي اكس يساوي ناقص واي تربيع ترسمها، تقول هنا اكس هنا ناقص واي تربيع، فتخلي 1 2 0 ناقص 1 ناقص 2 خمس نقاط على مود هنا قدام الواحد، واحد في واحد واحد تربيع يعني واحد، وناقص بالناقص يصير زائد يعني واحد، الاثنين همين 2 في 2 4، وعندك ناقص 4 هنا، هنا الصفر صفر، هنا الناقص واحد ناقص واحد في ناقص واحد واحد، والناقص الأصلي ناقص واحد، هنا ناقص 2 في ناقص 2 4 وناقص 4 ناقص 4، فصارت عندك شنو هاي النقاط؟ هاي النقاط اللي هي خمس نقاط تجيبها على مستقيم. نعم أول وحدة أول وحدة سالب واحد، أي الواحد واحد في واحد واحد تربيع يعني سالب واحد، زين فتجي هنا على مستقيم الأعداد، أي هنا الناقص ناقص في ناقص زائد، وهي بالنهاية ناقص راح تصير همية ناقص.
اوكي بنرجع شويه. ها عندك الاكس يساوي ناقص 2، تجي هم ترسمها. سوري الاكس يساوي واي ناقص 2، تجي ترسمها همين، تخلي واحد مثلا هنا، شوف هنا ايش يطلع، تخلي 2 تفد نقطتين 3 0 مثلا، مهم الصفر على مود تطلع هنا مفد 3 نقاط، وتمشي بالحل مالتك. شوف هذا اللي هو انا هنا يعني تريد ترسم او تريد اسهل من هاي اللي انا مسوي. شوف انا شو مسوي، اول ما اطلع نقاط التقاطع على مسهل لي العمليه. فانت احسن شيء امشي مثل ما انا دا امشي. هاي عندك البوينت اوف انترسكشن، هنا نقاط تقاطع، من تطلع نقاط التقاطع؟ شنو نقاط التقاطع؟ عندك هذه المعادله منين جايه؟ وهاي منين جايه؟ هاي اللي هي الاكس يساوي ناقص واي تربيع، واخرنا الاكس، وهاي اكس يساوي واي ناقص 2، فالاكسات 2 هن شلناهن، عوضنا مكانهن واي بواي، فصار واي ناقص 2 بناقص واي تربيع، فمشت شنو؟ واي تربيع جت لهالطرف صارت زائد، بعدين بالتجربه واي بواي عندك ناقص هنا بزائد، يعني ناقص بزائد، وبعدين الاثنين تصير اثنين في واحد، فالاثنين هنا بواحد، ناقص واي زائد زائد اثنين واي، يعني زائد واي، يعني الحال صحيح، يعني تشيكنا. اذا اما واي يساوي واحد او واي يساوي ناقص اثنين، فالواي يساوي واحد وياه ايش راح يصير؟ راح يصير اكس يساوي ناقص واحد. ليش تعوضت بالمعادله مالته؟ يعني الاكس يساوي واي ناقص 2، هذا الاكس تساوي واي ناقص 2، والواي واحد هذا، والناقص 2 مكانه، فتساوي شنو؟ ناقص واحد. هاي اللي يقول منين جت بعدين، هذا الناقص واحد. نفس العمليه، واي ناقص 2 والاكس شلون صارت ناقص 4؟ يعني هذا القانون مالتها، الاكس يساوي واي ناقص 2، فالواي ناقص 2 فناقص 2 ناقص 2 وتساوي ناقص 4، فصارت عندي نقطتين. هاي نقطتين نقاط التقاطع، هاي مهمة جدا، لان النقطتين فما احتاج هواي نقاط بعد. انا ليش سويت هيجي؟ ليش رحت على شو اسمه؟ من مشيت بهالاسلوب، شوف لو تلاحظ هسه خلي وين، ها باوع هنا اكو مشكله، ترى باوع منو؟ علي فاضل، علي فاضل وياي دائما، مو منو علي فاضل؟ محمد ليث، عبد الامير، منو يدا يتابع وياي؟ زين العابدين، انتم تتابعون تقريبا. اي شوف باوع، شوف تابع وياي، شوف المشكله وين، وين دا تصير لما تروح بهالاتجاه. يعني انت هاي مو دائما تصير، اذا ما اذا صارت، يعني اذا صارت اوكي روح، بس اذا ما تصير هم روح للنقاط التقاطع افضل لك، افضل لك. لان لو تلاحظ هنا ما راح ينرسم ترى عدل، باو هاي واحد ويا ناقص واحد، الواي كله بالناقص دي يطلع، وصفر هنا ناقص اربعة، هنا ناقص واحد، هنا ناقص اربعة، فهاي السالفة شو تريد انت من تجي وتخلي اكس واي؟ ما راح يطلع لك فد شكل يعني منتظم، لان الواي كله دا يقرب السالب، هنا كل الواي راح يصير هنا، بس الاكس اوكي مره هنا ومره هنا، اي واحد ناقص واحد صفر راح يصير، اي تقريبا يجي هنا. اوكي يعني الموضوع مو يعني تقدر تمشي بهالاتجاه بس طويل، الاتجاه الاخر الاقصر انه هاي، هذا احسن اتجاه، استخرج نقاط تقاطع، وهاي نقاط التقاطع تفيدك كلش بالحل، تفيدك بالحل. نهم الكونكشن راح، اوكي بعدين عندنا هنا نجي للنقاط اللي هي نقاط التقاطع، هاي نثبتها، هاي ناقص واحد بواحد، وهذه ناقص اربعة بناقص اثنين، نقطتين فرسمنا،
رسمنا الخط اللي هو بنقطتين كافي. عندنا صفر صفر موجودة هم نقطة، يعني اثنينهم يلتقون بها، فصار عندنا ثلاث نقاط، هاي نقطة وصفر صفر نقطة، هذه نقطة، نقدر نرسم المعادلة من الكيرف، يعني الكيرف اللي هو معادلة من درجة ثانية نقدر نرسمها. فاستعانينا بنقاط التقاطع ونقطة الصفر صفر اللي هي أصلا هم مشتركة بين، يعني هي عفوا مو مشتركة، بس هي نقطة تنتمي للكيرف اللي هو شنو؟ واي تربيع زائد اكس يساوي صفر. شوف النت بعد مشكلة بالنت. اوكي. احنا هسه شو نسوي؟ خلي بس يعني هاي المحاضرة احنا عندنا جاهزة، فراح ننهي التسجيل هنا.